جماعة التفسير كيما ولا حجر اللي حطيته نخلي شوف حتى شوية تطلع هو مجاز على حد يلا اعطي يمينه يمين زي ما انت هيك ايوه ابعد 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 يا جماعه مشان اذا الزحل يشتلت اياد خليه بيضرب هذا استنى 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 هي استنى استنى خليك واقف زي ما انت حط حجاز تحت العجل مشان ما يضربش خليك زي ما انت بس من هون بس من هون طبون مشان ما يضربش طبون عندك اوعى تم انا اقول لك بس في حدا انا